مدة شهر اتنين. طيب اعتقد احنا كده ميعادنا الساعة 12 اهوت، 12 بتوقيت كاليفورنيا، يعني الساعة 9 مساء بتوقيت مصر. برحب بحضراتكم جميعا على جروب إدارة المشروعات بي ام بي واي، واخ العزيز مهندس اسلام. مرحبا بك اخ عمر في فيرجينيا، نحن قريبين من حضرتك. وان شاء الله ديت المحاضرة رقم 3 على برنامج البريمافيرا اللي احنا بنحاول نقدمه على الجروب المحترمين هنا باللغة العربية، ولكن طبعا لسه مقدمين على صفحة أخرى بتاعة البروجكت مانجمنت، محاضرة في الأدفانسد باللغة الإنجليزية، والمحاضرات كلها موجودة. بعد ما بتخلص المحاضرة بتلاقيها موجودة على الفيسبوك، على الجروب، أو تلاقيها موجودة على قناتنا ليرن بروجكت مانجمنت، أو في أي مكان هتلاقيها موجودة إن شاء الله. بنحاول نكثف في الويك إند إن إحنا نضيف المحاضرات أو نضيف الكتب أو نحط بعض الحاجات للاستفادة العامة لعل الله سبحانه وتعالى يتقبلها خالصة وتكون يعني فيها منفعة للجميع. خلينا نبدأ إن شاء الله. هنتكلم على الموارد. الموارد طبعا مهمة جدا في البي ام بي أو في أي مجال حضرتك تشتغل فيه. الموارد لو هتطبخ طبخة معينة بتعرف أنت المقادير اللي أنت هتستخدمها ونسبة كل مقدار قد إيه عشان الطبخة ما تبوظش، فكل مقدار من اللي انت هتستخدمه ده يعتبر الموارد. تمام، الفلوس اللي هتشتري بيها الخضار اللحمه الرز ونسبه كل واحد، وازاي هاو تو كوك ذيم توجذر، ازاي تعملهم مع بعض في بروسيس سواء كان بي ام اي بروسيس او اي اذر بروسيس بحيث تطلع جود ريزولت، حتى تطلع نتيجه محترمه. فالموارد ببساطه هي ما تحتاجه حق لاتمام الاعمال، اتمام اي اكتيفيتيز. طبعا هم بيعتبروا حاليا التايم كريسورس، الماني فلوس كريسورس. الحاجات المهمه في البريمافيرا اللي احنا بنستخدمها او المايكروسوفت بروجكت هي الاكوبمنت، الاكوبمنت اللي هي المعدات، وتسمى في البريمافيرا اللي هي نون ليبر. نون ليبر يعني حضرتك لما تيجي تضيف اي معده لكرين او حفار او ما الى ذلك هتلاقيها في البريمافيرا نون ليبر. البرسونيل او الستافنج او الاشخاص او الهيكل التنظيمي للشركه بيسمى ليبر. ليبر يعني صوت مش كويس. طيب خلينا نشوف كده تاني. معلش طبعا اخونا احمد، اخونا زكريا، هذا الفيسبوك انا اشوف ده تاني. خلينا نقفل تاني اوديو. خلينا نعمل ده ديليت. هاو تو ديليت ذس وان، يس طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، اتمنى يكون الصوت كده واضح. طبعا عشان احنا شغالين على فيسبوك. خلينا اشوف اوقف الصوت تاني، هنظبط ان شاء الله دلوقتي. خلينا اجرب تاني. هنظبط الصوت دلوقتي ان شاء الله. تمام كده؟ طيب الحمد لله. إن شاء الله هيظبط، وطبعا الفيسبوك الصوت فيه يعني بيروح وبيجي، ولكن إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى إن يعني إن الصوت يبقى أوضح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خلينا نبدأ دلوقتي نتكلم، قلنا على الموارد. قلنا الموارد دي مهمة جدا. الموارد مهمة جدا طيب قلنا طبعا الحاجات المهمه اللي هركز عليها اللي هي الاكويبمنت، المعدات، الـ
المعدات اللي هي طبعا اسمها نون ليبر، والبيرسونيل او الاشخاص او الهيكل التنظيمي او العمال هي اللي بتسمى ليبر ان بي 6، والماتيريال هي الماتيريال. ليه الموارد مهمة جدا يا جماعة؟ طبعا الموارد مهمة جدا تو تراك بروجريس اون ورك. يعني انت لو شغال على المهندس عماد، حتى صورة رحمة الله عليه الدكتور محمد مرسي، استاذ عماد زيدان، اهلا بك يا استاذ عماد. فقلنا ان الموارد طبعا بتفيدك في حسابات البروجريس وايفاليويت اكستنشن اوف تايم. لو عندك ديسربشن كليمز، يعني لو انت عندك جبت معدات للمشروع والكلاينت طبعا ما عطاكش مثلا زي لاند اكوزيشن، مثلا ارض ان انت تبدا تشتغل عليها، والمعدات فضلت واقفه عندك ايدلز يعني ما بتشتغلش، تبدا تحسب التكلفة المعدات والايجارات ويور بروفيت، وتبدا تعمل كليم من الكلاينت على الموارد. ايضا بتفيدنا الموارد في حسابات الديلي، وزي ما قلنا كده الديلي اناليسيز والانتربشن كليمز، وده موضوع متقدم جدا ان شاء الله هنتكلم فيه يعني لما نخلص الكورس دوت، اللي هي الاكستنشن اوف تايم او الديلي اناليسيز، وازاي الموارد اللي بتستخدمها وايه الطرق اللي بتستخدمها في الديلي اناليسيز. طيب الريسورسز طبعا الليبل، حطيت لك صوره واحد جميل اهوت لابس طاقيه وماسك كوريك في ايديه، فده الليبل عشان ما تنساهوش. فالليبل هي البني ادمين الاشخاص، اخونا عمرو عبد الله ده اسمه الليبر، تمام، عشان ما تنساش اما تيجي تحط الموارد على البريمافيرا او اي مكان، ان الستافنج الاشخاص الموجوده في المشروع هم دول الليبر. اخونا عمر طبعا بيتكلم على موضوع الامطار الموجوده في امريكا، خصوصا في ولايات زي تكساس والحاجات دي. طبعا كل عقد اخو عمر له حساباته، يعني اذا كان العقد مكتوب فيه، طبعا الكلام ده نشرحه بعد كده في التفصيل، اذا كان مكتوب فيه ان انت بتحسب الديلي اناليسيس بيزد على الاكشوال دايز ذات يو ار نوت ايبل تو دو ورك، انت مش قادر تعمل العمل بسبب الطقس، فانت بتبدا تحسب الكلام ده وتضيفه، يا اما تضيفه كنون وركينج دايز على الكالندرز، او تضيف اكتيفيتي وسميه نون وركينج دايز عشان يبقى فيزيبل وتحسب عليه الكليمز. فده يا اخ العزيز عمر ان شاء الله هنتكلم فيه بالتفصيل. طيب النون ليبر اللي هي الريسورسز، زي الحفار الجميل اللي قدامك ده اسمه نون ليبرز. لما تيجي تضيف اي معدات على برنامج البريمافيرا ده اسمه نون ليبر. الماتيريال زي ما انت شايف كده حضرتك هنا، الماتيريال اللي هي زي الاسمنت، اي ماتيريال بتشتريها للمشروع بتسمى ماتيريال زي ما موجوده عند حضرتك، تمام. طيب خلينا نبص كده على البيم بوك بوك. اخونا اسلام هيقول لنا صفحه رقم كام دلوقتي، تمام، كام الصفحه دي يا مهندس اسلام؟ انت طبعا ايه استاذنا حافظ. خلينا نفتح هذا البيم بوك جايد. اوكي، فطبعا المحاضره اللي فاتت احنا بنحب دايما ان احنا ناخد من البيم بوك بعض الحاجات ونطبق على البريمافيرا، عشان اخواننا اللي بيدرسوا بي ام بي ما يقولكش ده كله كلام نظري وملوش معنى وكلام من ده. فبنحاول يبقى دايما ان احنا بنشرح حاجه نطبقها، وعشان اخواننا ما ينسوش ويحس فعلا ان شهاده البي ام بي هي شهاده مهمه، ولكن طبعا الخبره مطلوبه. صفحه 96، جزاك الله كل خيرا اخ سامي. طيب المحاضره الاولى والثانيه احنا اتكلمنا فيها ازاي انت بتعمل سكادولز، ازاي بتعمل سكادول مانجمنت بلان والخطوات الموجوده. اشكرك يا اسلام. الخطوات اللي هي من اول 6.1 لحد ما بتعمل الديفولب سكادول، طبعا لسه ما اتكلمناش على 6.6 اللي هي سكادول كنترول، وهتبقى في المراحل الابديت. فاحنا اتكلمنا المره اللي فاتت على انك تعمل برنامج زمني، انك تعمل هيكل تنظيمي، انك تعمل دبليو بي اس، تعمل كرييت اكتيفيتي، تنشئ التاسكات الموجوده في المشروع وتعمل لها سيكونس،
وبعدين بتعمل بعد كده بتحط الاستيميت اكتيفيتي ديوريشنز، بتبقى يا اما انت عندك معدلات موجوده في الشركه بتستعملها وباتفاق مع مدير المشروع وبتحط الديوريشنز وبتعمل لها حسابات للريسورسز، او انت بتحط الديوريشن بيزد على الريسورسز الموجوده. يعني لو عندك 1000 متر كيوبك اكسكافيشنز 1000 متر حفر، وعندك حفار واحد بيعمل 100 متر افري داي، فانت تقسم ال 1000 على ال 100، يبقى انت محتاج 10 ايام من هذه المعده تشتغل على هذا النشاط. وانت محتاج من التاسك ده تبقى الاوريجينال ديوريشن بتاعته كام؟ 10 ايام. طبعا يا جماعه في حاجه مهمه جدا، موضوع الاوريجينال ديوريشن، ما فيش حاجه اسمها حضرتك تغير الاوريجينال ديوريشن بتاعك تعمل ابديت. الاوريجينال ديوريشن نون تاتشبل، دونت تاتش ات اول. لما تخلص وتعمل بيز لاين غيره مسموح لك ان انت تغير الاوريجينال ديوريشن ده، كده اسمه لعب في السكاديول. ولو عندك اي كونسلتنت هيروح عامل لك ايه؟ رفض للسكاديول. النهارده احنا هنتكلم على البروجكت ريسورس مانجمنت، اللي هي شابتر 9 هنا زي ما انت، او النولج اريا نمبر 9 زي ما انت شايف كده. بيقول لك هنا ايه 9.1 اللي هي بلان ريسورس مانجمنت يا اخي سامي. وبعدين استيميت اكتيفيتي ريسورس، ده مرحله ايه؟ مرحله البلاننج. اخونا اسلام خبير بي ام بي. طيب عندك هنا الحاجات اللي هي في الاكزكيوتنج، اللي مرحله التنفيذ بتلاقي الاكواير ريسورس ان انت تجيب الريسورسز، ديفلوب تيم، مانج تيم، وبعدين عندك مرحله الكوست الكنترول ريسورس ده في المونيتورنج اند كنترولنج. طبعا انتوا عارفين ان البي ام بتقسم، انا نروح الصفحه دي تاني، صفحه رقم 96 تقريبا. اوكي خلينا نجيبها تاني هنا، صفحه رقم 25 106، والله نسيت الصفحه هذه. خلينا نجيبها هنا من السكيديو. اعتقد كان الصفحه رقم 90. اخونا اسلام الصفحه دي رقم كام يا اسلام تاني؟ رقم 90 في ال 6 اديشن. خلينا نجيبها تاني هنا. طيب خلينا نحاول نجيب الصفحه دي تاني، اللي هي بتتكلم على اللي هي بتسمرايز كل النولج اريا الموجوده في المشروع. خلينا نجيبها تاني، هي بين السمري. اوكي طيب بتتكلم عن الموارد، يعني انت حضرتك تعمل الريسورسز الموجوده في ال، تعمل ريسورس مانجمنت بلان. اي مشروع ما فيش فيه ريسورس مانجمنت بلان طبعا بتبقى مشكله، ان انت حضرتك ما عندكش حاجه تخطط بها المشروع. انا بحاول اجيب الصفحه تاني، ضاعت مني. 25 25. اوكي شكرا جزيلا يا اخي، شكرا. انا كنت تايه. طيب انا من ساعه الفيفس اديشنز اللي رقم 5 او رقم 4 ما فتحش الايه. طيب تمام شكرا جزيلا. فانت حضرتك في اي مشروع لازم الشركه بتعمل ريسورس مانجمنت بلان، ان انت تقول والله ان انا عندي الموارد المتاحه على المشروع كم حفار، يعني بالنسبه للاكويبمنت، بالنسبه للبني ادمين، بالنسبه للماتيريال، وهستخدم كم سب كونتراكتورز، وايه الحاجات اللي هستخدمها ذاتي، وايه الحاجات اللي انا هعمل لها هايرنج من خارج الشركه. تمام كل ده بيبقى في مرحله البلاننج، وبتعمل استيميت للاكتيفيتي ريسورسز بيزد على الديوريشن. زي ما انت قلت نشاط مثلا حفر هتحدد له 10 ايام، فانت حضرتك محتاج له كم وعده ان انت تشتغل على هذا النشاط. وبعدين لما انت بتحدد الكلام ده كله في مرحله البلاننج، بتبدا تعمل اكوايرنج للريسورسز، تبدا يا اما كانت عندك ذاتي في الشركه، او حضرتك بتجيب سب كونتراكتورز يشتغلوا معاك،
وطبعا في نفس الوقت بتعمل ديفولب يور تيم ومانج يور تيم، ان انت بتجهز تيم. والله المشروع ده مثلا عباره عن مشروع طرق بتقسم الى 10 قطاعات، كل قطاع هيبقى فيه جروب، كل جروب عباره عن مهندس موقع ومشرف وعماله، ومعاهم 4 جريدرات وخمس اكسكافيتورز، ومعاهم بلدوزرات وحفارات، ومعاهم سكشن معين فيه الماتيريال اللي يحتاجوها سواء كان من اعمال اتربه واعمال السبيز وما الى ذلك. تمام؟ وبتبدا تعمل مانجنج ليور تيم. طيب احنا كده بس يعني اتكلمنا بسرعه، طبعا اخواننا اللي عايزين الكلام ده ان ديتيلز البي ام بي يلجأوا للبي ام بي، او اخواننا اللي بيشرحوا البي ام بي، لكن احنا بنحاول نربط الاثنين مع بعض وتبقى ايه الموضوع يعني اسهل. طيب خلينا نروح على البريمافيرا بي 6. خلينا نفتح هنا البريمافيرا، وما شاء الله المره الجايه هنحاول نظبط الصوت عن كده، اعذرونا انا مش عارف الفيسبوك بيعاندنا ليه، ولكن على الله التسهيل. طيب وفي لاجنج طبعا حوالي 20 ثانية ما بين اللي عندي واللي عندكم. طيب حضرتك طبعا بتفتح البريمافيرا زي ما احنا فاتحين كده، وقلنا ده نموذج لمشروع. لو انت عملت رحت هنا على اللي اوت وعملت كولابز اول بيعمل سمرايز للمشروع. لو عايز تفتح السهم ده بحيث تشوف الدبليو بي اس بيبين لك الدبليو بي اس، عايز تفتح مور ديتيل وتشوف ايه الاكتيفيتي اللي اندر اتش دبليو بي اس، تقدر ان حضرتك تعمل الكلام ده. تمام؟ وده كلامنا شرحناه في المحاضرات اللي فاتت، اللي فاتوا اي محاضره هيلاقيها موجوده في التوبكس على الجروبس، او يلاقيها عندنا على القناه، هو كله يعني في اي مكان. الهدف ان توصل لك المعلومه سهله وتكون مجانا في اي مكان. طيب فلو شفت انت الراجل الجميل ده اللي على الشمال اللي هو تحت اللي انا معلم عليه ده اسمه ريسورسز، ده اسمه ريسورسز. الراجل اللي على شمالك ده اللي جنب الدبليو بي اس لو ضغطت عليه كده هتلاقي اسمه ريسورس. تمام؟ وممكن حضرتك تروح هنا في الديسبلاي وتعمل فلتر، تقول والله ان انا عايز اشوف اول يعني انت عايز تشوف اي ريسورسز، اول اكتيف ريسورسز يبين لك كل حاجه، وتعمل كولابز اول. او لو عايز تشوف فلتر كرنت بروجكت ريسورسز، عايز اشوف بس الريسورسز الموجوده على المشروع. تمام؟ وزي ما شفت حضرتك كده مثلا موجود حاجه اسمها اوبريتورز، اوبريتورز موجود الريسورس تايب ايه؟ ليبر. تمام؟ فقلنا ده ان هو الاشخاص، ان هو الهيكل التنظيم، ان هو الشركه الستافنج بلان، ان ده اي اشخاص هتضيفها بتبقى اسمها ليبر. طيب فين المعدات يا جماعه؟ المعدات خلينا نعمل نعمل فلتر على كل الاكتف كل الريسورسز، ونعمل كولابز اول. عندك حاجه مثلا زي الاكسكافيتور اهي. تمام؟ ده معده الاي دي بتاعها او اسمه اكسكافيتورز، النيم اسمه اكسكافيتورز، هنا ريسورس تايب نون ليبر، نون ليبرز. وطبعا الديفولت اللي هي 8 اور بير داي، انا ما بغيرهاش، ما بغيرش الديفولت. يبقى احنا شفنا نموذج للليبر اللي هو الستافنج بلان، وشفنا نموذج للمعدات اللي هو الاكسكافيتورز. تمام؟ وكمان عايزين نشوف حاجه للماتيريالز، ادي الماتيريال اهيت موجوده عند حضرتك اسمها ماتيريال، وممكن تحطها بالكيوبيك يارد. يعني انت ممكن تغير الوحده بتاعت الماتيريال، مثلا تقول والله هي بالطن، هي بالكيوبيك يارد، وات ايفر، انت حسب الدوله اللي انت فيها. هنا في امريكا بيقول لك دايما بالكيوبيك يارد، انت في الميدل ايست بالكيوبيك ميترز، بالمتر المكعب، هنا بالطن الحديد، عندك بالطن هناك. فانت حسب الدوله اللي انت فيها ممكن تجو من الادمنستريشن لوج ان وتضيف كل اليونتس الموجوده عندك. طبعا قبل ما تبدا اي مشروع بتكون انت داخل ضايف كل اليونتس وعندك جاهزه. طيب لو حضرتك عايز تضيف اي ريسورس، ده اسمه ريسورس بول، يعني حمام السباحه بتاع الريسورسز. شايف انت على اليمين، احنا قلنا دايما علامه الزائد اللي على اليمين في اقصى اليمين هذه هي دي دايما الاضافه، بقول اد، وممكن اسمي الريسورس مثلا هنا اي دي اسميه ار، او اسميه مثلا بي ام. تمام؟ بي ام بي، واقول والله ريسورس نيمز خلينا اسميه بي ام بي واي.
تمام، واقول له نكست. انت عايزه حضرتك ليبر ولا نون ليبر ولا ماتيريال؟ والله انا عايزه ليبر. تمام. طيب البرايس بير يونت ما فضلش طبعا اعملها وانا بضيف الكلام ده، ولكن اي كان ادت، يعني كان اقول والله ان الساعه مثلا ب 10 دولار، الساعه ب 10 دولار. خلينا نضيف الساعه هنا، طبعا احنا في امريكا غير الميدل ايست، فخلينا نحط 10 دولار، لان هنا المينيمم ويدجز في امريكا تقريبا من 8.5 دولار في الساعه للعمال يعني. وبقول بعد كده نكست. طيب عايز تحط الاوفيس فون، لو عايز تحط رقم التليفون بتاعه والايميل ادرس، عشان حتى بعد كده في الادفانسد ليفل بتاع البريمافيرا تبعت له ويبقى فيه كوميونيكيشنز، يو كان دو ذات. نكست. ويقول لك لو عايز تضيف رولز، ان النشاط ده تحت منه رولز، دي الحاجات المهمه جدا يعني. لو عايز عندك شده معدنيه، كانتريز، اي حاجه من الحاجات اللي بيستخدموها في الكباري اللي هي السليب فورم، او الجانتري اللي بيستخدموها في عمل البوكس جردرز بتاعت الكباري، في حاجات معينه تبقى مهمه جدا ممكن تضيفها كرولز، بقول له نكست. ولو عايز تختار الكالندر ممكن تختارها بعد كده، وهتضيفه الكالندر نيم بتاعته، نكست. واوتو كومبيوت اكشوالز، واقول له فينيش. فانا هنا ضفت ريسورس سميته البي ام بي واي، تمام، وضفت عليه هنا سميته ليبر. طبعا ممكن تغير من هنا، لو انت عايز تغيره من هنا ممكن تغيره ليبر او نون ليبر او ماتيريال. وطبعا دي حاجات خاصه باليونتس. طبعا الليبر والنون ليبر بيحسبها البريمافيرا بالمان اورز، يعني بالعدد الساعات، فعشان كده مش هتلاقي الجزئيه اللي انت حضرتك تختار منها زي ما بتختار كده في الماتيريال، تقول والله انا عايزها بالطن، عايزها بايه، بكذا، عايزها بكذا. طيب يبقى احنا لاضافه الموارد على البرنامج البريمافيرا في الداتا بيز، بتشوف على الشمال اللي هي ريسورس بول ديت، وبعدين حضرتك بتروح من علامه الزائد هنا، وان انت تضيف كل الموارد اللي انت عايزها سواء كان ليبر او نون ليبرز، وعايز تضيف الديتيلز، هل له اي دي، عايز تضيف الايميل ادرس، عايز تضيف التايتل بتاعه مسماه الوظيفي، عاوز تضيف الاوفيس فون نمبرز، تمام، كان دو ذا. وممكن تروح من الديسبلاي تقول له كولابز اول، طبعا انت عشان انت ما انتش عامل فلتر اول اكتيفيتي، تقول له اول اكتيف ريسورسز، واقول له هنا هو كولابز اول، وممكن اشوف الموارد اللي عندي. طب هل ممكن اروح مثلا، شايف انت العلامه دي اسمها جروب اند سورت، اروح كاستمايز واقول له انا عايز احدد بريسورس تايب، اهو اتمنى يكون الصوت واضح يا جماعه، ابلاي، واقول له هنا كولابز اون. شايف انت الشاشه هي عملت انا جروبنج اند سورتنج. الفانكشن دي مهمه جدا في البريمافيرا، ان انت تقدر تعمل جروبنج اند سورتنج، يعني تعيد تنظيم شكل الموارد او اي حاجه عن طريق التايب. فانت بيبان عندك ريسورس تايب هوت ليبر او ماتيريال او نون ليبر، اللي هم الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عليهم في البريمافيرا، اللي هم الموارد سواء كان العماله والمعدات والمواد. تقدر تفتح اي بلاس من دي وتشوف تحت منها الريسورسز الموجوده. تمام؟ اي سؤال يا جماعه؟ الصوت واضح؟ خلينا نسمع كده الصوت لو واضح. طيب خلينا نكمل. طيب احنا كده رحنا من العلامه اللي على الشمال اللي هي ريسورسز، واضفنا الريسورسز الموجوده، الموارد الموجوده. طيب لو انت شغال في مشروع وهم عايزين، اخواننا الافاضل، قال لك ان انا عاوز تحدد لي ريسورس كود، ريسورس كود يعني هو محتاج يعمل كلاسيفيكيشنز، مهندس اسلام، للموارد. وطبعا حضرتك بتدرس الكلام ده في البي ام بي، على مثلا انا عايز مثلا بالديبارتمنت، والله انا اقول مثلا عايز اعمل كلاسيفيكيشن كونتراكتور، عندي كونتراكتور اي اند بي اند سي، عاوز اعرف بالديبارتمنت الريسورسز ده هيبقى في انهي ديبارتمنت، هل هو شغال في الاي تي ديبارتمنت، هل هو شغال في السيلز، شغال في الكونستراكشن، ليجلز، القانوني، فاسيلتيز، انجينيرنج، كونستراكشنز، او شغال في انهي لوكيشن، في انهي كيلو، او في انهي دوله، في البرازيل، في مصر، في اي مكان. طيب هل ممكن اضيف مور؟ يس، لو انت بصيت على علامه الزائد ديت ممكن حضرتك تضيف وتقول والله ده ابو ظبي
المهندس هشام، مهندس اسلام ابو ظبي، وتكتب ابو ظبي كلمه صعبه قوي اصلا انك تكتبها، ابو دي اتش اي بي اي اي ثينك اي روت ات رايت، وتضيفها. طب انت لو عايز تروح هنا على وتضيف مور اكواد، الاكواد اللي موجوده عندي هنا ديبارتمنت كونتراكتورز ادوكيشنز كلاسيفيكيشن بلانت، ممكن اروح واضيف كلاسيفيكيشن ثانيه واسميها مثلا وليكن امبورتنت، يعني الحاجات المهمه اللي انا عايز امبور او ار تي ان تي، اوكي، واحط الكلام ده. تقدر بعد كده ترجع للكلاسيفيكيشن اللي عندك وتشوف. يبقى احنا لحد دلوقتي قلنا ان انت بتروح على الريسورس الموجوده في البريمافيرا بتضيف الريسورس، وبتروح هنا من الانتربرايز وتضيف الريسورس كودز وتحدد الكلام ده. طبعا الكلام ده هيفيدنا في حسابات التكلفه والكوست استيميشنز والحاجات اللي ان شاء الله هنحاول ان احنا نتكلم فيها بعد كده باذن الله. طيب اخواننا اللي شغالين في الكوست، طبعا كان في زميل بيقول هل البريمافيرا بتعمل عليها كوست كنترول؟ يس، ممكن تعمل عليها كوست كنترول، ولكن كل شركه من الشركات الموجوده في الماركت، لو انت حضرتك شغال في اي شركه، بتلاقي عندهم سيستم خاص بالكوست كنترول او سوفت ويرز شغالين عليها زي الاي ار بي او اي انواع السوفت ويرز، لكن البريمافيرا يو كان دو كوست كنترول نت. احنا وان شاء الله هنشرح الكلام ده بالتفصيل. طيب بعد ما حكينا عن الريسورسز، حكينا عن الريسورسز كود من انتربرايز. طب في حاجه مهمه جدا عشان قبل ما نخش على التفاصيل، الكوست اكاونت. طيب هل ان انا ممكن اضيف الكوست اكاونت على البريمافيرا؟ يس، طبعا كل شركه عندها كوستنج سيستم وكوستنج اكاونت سيستم، وهتلاقي ده موجود مع اخواننا المحاسبين وبتوع التكاليف. ولو عايز تربط البريمافيرا بمصدر تكاليف الشركه وتطلع الكوست ريبورت من البريمافيرا وتربط الكلام ده بالشركه يكون حاجه ادفانسد، طبعا يو ار مور ذان ويلكم. الكوستنج كودز طبعا هتلاقي ده مع المحاسبين، ممكن تقول للشركه اللي عندك لو سمحت اديني الكوست اكاونت سيستم اللي عندك، وتبدا تضيف والله انا عايز اضيف الايرث وورك، وادوه مثلا زي كوست اي دي اي، واسميه هنا الكوست اكاونت نيم كذا، واعمل له اي ديسكريبشنز، اضيف له اي تفاصيل، واضيف والله انا عايز ايرث وورك، عايز كونكريت، عايز فينيشنج، عايز اتش فاك، عاوز اوفر هيد، اي كان مثلا اد هير واسميها اي 2 واسميها اوفر هيد، تمام، اللي احنا بنضيف فيها الحاجات الخاصه، واضيف الاوفر هيد وما الى ذلك. تمام، يبقى انت كده ممكن. ولو انت شغال على سي اس اي كودنج او اي سيستم في الميدل ايست بالنسبه للسي اس اي او اي سبيسيفيكيشن شغال عليها، ممكن تروح تضيف كل الكوست اكاونت سيستم والاكتيفيتي كودز تضيفها على برنامج البريمافيرا، وهتنفعك بعد كده لما تيجي تعمل اساين للريسورسز، يعني تربط الريسورسز بالاكتيفيتيز، انك تبدا تتابع مراكز التكلفه وتطلع كوست ريبورت وتطلع الايرنت فاليو على كل مركز تكلفه، وتشوف ان انت اهيد اور بيهايند سكيدول، وان شاء الله ان الفاليو هنشرحها ايضا في المراحل المتقدمه. طيب لو في اي سؤال يا جماعه او الصوت مش واضح او اي حاجه، البرودكشن ريت اخونا عمر، طبعا في شركات كتير عندها برودكشن ريت موجوده في الماركت، في كتاب ممكن انا اشيره مع حضرتك او نشيره على الجروبس، ولكن طبعا يفضل، انا بفضل عموما ان برجع للشركه واشوف نماذج المشاريع اللي قبل كده، بيسموها الليسون ليرند. لو انت شفت في البي ام بي اخر حاجه الليسون ليرند، ان انت بعد ما تخلص المشروع بتعمل كلوزنج اوت، بيبقى عندك ليسون ليرند بتعرف منه معدلات التنفيذ، ايه الريسك اللي كانت موجوده في المشروع، ايه التفاصيل، ايه المشاكل اللي انت واجهتك في المشروع ده وازاي حلتها، وايه المعدلات اللي استخدمتها، كم حفار كم جريدر وما الى ذلك، وبتنفعني بعد كده استخدمها كداتا بيز للمشاريع اللي قبل كده اللي بعد كده. فكل شركه عندها داتا بيز للمعدلات، لو هي مش موجوده حضرتك ممكن تعمل لها استيميشن او تضيفها، في معدلات موجوده، في كتب كتير موجوده بالنسبه لمعدلات التنفيذ، هان شاء الله هبعت لحضرتك بعض الكتب ان شاء الله الموجوده في معدلات التنفيذ. اي سؤال اخر يا جماعه؟ طيب خلينا هيستوريكال انفورميشن، يس يس مهندس اسلام شكرا جزيلا. يا الهيستوريكال انفورميشن او الليسون ليرن اللي انت بتحط فيها كل المعلومات بتاعت المشروع وبتتعلم منها، المفروض ان احنا نتعلم من اخطائنا ونتعلم من المشاريع اللي نفذناها قبل كده بحيث ما تكررش نفس الاخطاء.
وتقدر انت تستفيد بها ان شاء الله في المشاريع المستقبليه. خلي عندك امل، وان انت ربنا يعني اعطاك، واحسن كما احسن الله اليك، ان انت ربنا يعني كرمنا بني ادم فاحسن مخلوق واحسن عقل، يقدر ان هو يبدع ويطور في نفسه من مشروع لاخر ويطور في 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 حياته. طيب بعد ما كلمنا على اشكرك يا عمر، كلمنا على الكوست اكاونت وكلمنا ازاي بتضيف الريسورسز، بنروح للاكتيفيتي تابس هنا وببدا اعمل ايه تاني، اقف على اي نشاط وبروح طبعا الحاجه هنا هو طبعا بتلاقي تحت الاكتيفيتي ديتيلز فيها الجنرال الحاجات الرئيسيه، وفيها الستاتس اللي هي تحط فيها الستاتس الابديتس، وده ان شاء الله نعملها في المحاضرات اللي ايه المقبله، والخانه بتاعه الريسورسز. انا عايز اروح على ديزاين بيلد بيلدنج اديشنز واقول اساين ريسورس، وعايز اضيف مثلا بي ام بي واحد كيمب اهوت، خلينا نضيف البي ام بي بتاعنا اللي احنا ضفناه، نضيف البي ام بي وهو ليبرز تمام. وعايز اقول له البادجت يونت، طبعا هنتكلم المحاضرات عن اليونت مش هنتكلم عن الكوست اللي في محاضرات الكوست، ولا اقول والله ان انا البي ام بي اللي اخر ريسورس ده هيشتغل كام ساعه، ده درافتنج مان، هو راجل شغال درافتنج او بيعمل ديزاين، هيشتغل 120 ساعه تمام، وهحطه على الكوست اكاونت، هحطه بتاع الاوفر هيد لو انا عايز مثلا، خلينا فور اكزامبل اوفر هيد تمام. يبقى احنا كده ضفنا الريسورس على هذا النشاط، حطينا له البادجت يونت، وحطينا له كمان هيشتغل على انهي كوست اكاونت. ولو انت عاوز في اي وقت تعمل رايت كليك كاستمايز وقول مثلا والله ان انا عايز اضيف الريسورس كود، واخد بالك، ممكن تضيف الريسورس كود مثلا زي الكلاسيفيكيشنز، خلينا نضيف هنا تمام، وتحط لي الريسورس ده، طبعا هي عايزه ترجع تتعمل له من هناك مش سامح لي ان انا اعملها. تضيف له اي اكواد تمام، انت ممكن تعمل الكلام ده. طيب جاي بس تليفون، فالكلام ده بتروحوا ان انت من قائمه الريسورس وتحدد الحاجات ديت، ومش سامح لي هنا طبعا في القائمه دي ان انا بضيف بس الموارد، ان انا اعمل اساين لكل ريسورس على انهي كلاسيفيكيشنز، ولكن ممكن ارجع تاني على الموارد هنا واقدر ان انا احدد الكودنج ريسورس كود الديتيلز بتاعت النشاط ده اليونتس الرولز النوتس، لو عايز اكتب اي نوتس اكتب اي حاجه، عاوز ترجع هنا على الرولز تضيف اي رولز. الرولز طبعا قلناها اللي هي اهم انشطه موجوده، اهم موارد موجوده في المشروع. اليونتس عايز تغير في اليونتس، عايز تغير في السعر، بدا يبقى 20 دولار للساعه او 20 دولار للساعه اهوت تمام. طبعا الديفولت الماكسيمم يونت ما بلعبش فيها، ولو عايز تغير لو النشاط ده له اسعار مختلفه، تعال ده في حاجه طبعا انفليشن ريت والاسعار، لو انت عايز تجيب سباك في الشتاء غير ما تجيب سباك في الصيف، هتلاقي سعره في الصيف غالي وهتلاقي سعره في الشتاء رخيص، لان طبعا حسب الديماند، حسب الموجود في الماركت. ممكن اقول والله الريسورس ده من 1 جانيوري الى حد 22 جون سعره 20 دولار، بعد من 22 دولار فما فوق خليه مثلا ب 25 دولار تمام حاجه السوق. فانت لما بتيجي تشتري موارد من السوق طبعا بتلاقيها في كل وقت لها سعر مختلف بيزد على تغيرات وعلى ضريبه المبيعات وعلى هل هي بتبقى موجوده داخل البلد او مستورده من بره، وعلى الديماند الموجود في المشروع تمام. فتقدر ان انت تحدد سعر لكل نشاط لكل مولد في فترات محدده من فترات المشروع. طيب خلينا ايه نكمل. طيب بعد ما حطيتها كنت في الاكتيفيتي تابس وضفت الموارد هنا اللي هو بي ام بي، طيب عايز اروح مثلا على حاجه زي ريفيو مثلا ديزاين واقول له اساين ريسورس واضيف له اي ديزاين اي حاجه، مثلا هنا خلينا نضيف اي مانجمنت، نضيف بي ام بي مانجر بروجكت مانجر، ونضيف له مثلا 120 ساعه تمام، ونقول له نحطه على الكوست اكاونت بتاع الاوفر هيد تمام. طيب كل ده بينفع لحضرتك ان انت لما بتيجي بتضيف، يعني احنا بنعمل ايه؟ بنضيف موارد، بنحط يونتس، طبعا اليونتس طبعا انت عندك كوست استيميشن او عندك الاستيميشن بتاع المشروع،
محدده لكل نشاط، وعند اكسل موجود طبعا، الكلام ده كله جاهز قبل ما تشتغل على البريمافيرا. كل نشاط ايه الموارد المطلوبه له، عدد المعدات المطلوبه، عدد الاخوان الافاضل المهندسين وما الى ذلك، وقد ايه والموارد قد ايه، كم يونتس، كم قد ايه المده بتاعتهم، وعدد الساعات، والتكلفه بتاع كل واحده موجوده في الكوست استيميشن او موجوده في التندرنج بتاعت اي مشروع. لو في يعني معظم المشاريع فيها التندرنج موجود فيها كل التفاصيل، وببدا استخدمها وكجايد لاينز لما ببدا احط الكلام ده على برنامج البرمجه. تمام؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي ان انا اقدر اضيف الموارد بانواعها، سواء كانت ليبر او نون ليبرز او ماتيريالز، وتقدر حضرتك كمان تحط اليونتس بتاعتها، وتقدر كمان ان انت تروح على الريسورسز هنا وتحط اي تفاصيل الاسعار بتاعتها كام وكلام من ده. وعايز تحط مثلا هنا، عايز لو حبيت تغير تغير، ولكن عايز تحطه على انهي كالندر، بيشتغل انهي كالندر، 5 ايام، 6 ايام، 7 ايام. الكرنسي، العمله الموجوده، هل هو ليبر او نون ليبر او ماتيريال. تمام؟ ويفضل دايما الاوتو كومبيوت اكشوالز والكالكوليت كوست في يوم يونتس. انا بفضل اخليهم دايما تشيك ان، لان البرنامج دايما هو يحسب الكلام ده اوتوماتيكلي. لو انت حطيت اليونتس 120 يونت و10 دولار سعر الاورز او سعر اليونت، البرنامج اوتوماتيكلي راح يحسب لك الكوست او البادجيتد كوست. تمام؟ ف هي ديت الريسورس بول انت تقدر تضيف منها التفاصيل. الاكتيفيتي بتعمل منها اساين، اساين يعني اربط النشاط ده بالريسورسز. تمام؟ وتقدر ان انت تضيف الكوست كود او الكوست اكاونت او الريسورس كود اللي عندك، بحيث ان انت حضرتك تقدر تتابع الكلام. طيب انا لو عايز اعمل جروب اند سورت مثلا، حاجات مثلا جروب اند سورت، واقول مثلا بالكوست اكاونت، الكوست اكاونت عشان يبقى احنا كده ايه، كوست اكاونت اهوت، واقول له ابلاي. تمام كده البرنامج عمل لك فلترنج او جروبنج اند سورتنج بالكوست اكاونت، وتقدر تفتح كل كوست اكاونت وتشوف ايه الاكتيفيتي الموجوده في داخله، واعمل رايت كليك. طبعا رايت كليك عشان اضيف كولمز، واحط هنا الكولمز، واروح على اليونتس. انا وانا عايز اضيف الاكشوال، خلينا نضيف مثلا الاكشوال يونتس، اكشوال ليبر يونتس، واحط البادجيتد ليبر يونتس، واحط الريميننج يونتس، واي حاجه حضرتك عاوز تحطها، وبادجيتد نون ليبر يونتس، ابلاي. طيب بيبان لسعادتك زي ما انت شايف كده اهوت اي كوست اكاونت، وتحت منه الانشطه الموجوده، وبدايات ونهايات كل كوست اكاونت، وعليه كام ليبر يونت يعني كام عماله، وعليه كمان بادجت هذا الاكشوال، وهذا البادجت يعني هنا بيقول لك ان البادجت ليبر يونت هذا الكوست اكاونت مطلوب لتنفيذه 2774 مان اورز، منهم اكشوال الى الان 1086، والريميننج قد كده، والبادجت نون ليبر، ما فيش نون ليبر هنا موجوده على النشاط. تمام؟ وكمان في بقى الحاجات الثانيه اللي انت عايز تضيف البيز لاين وتضيف الفارينسز. فاحنا النهارده مركزين على الريسورسز وعلى اليونت. طيب يبقى احنا كده من جروب اند سورت اقدر ان انا اعمل جروبنج اند سورتنج للاكتيفيتيز او للبرنامج الزمني بالكوست اكاونت. طيب هل ممكن اروح اقدر اعمل بالريسورس، هنشوف كده نعمل بالريسورس كود. طبعا انت ممكن تعمل بالريسورس اي دي لو انت عايز ابلاي، يبان لك الريسورس اي ديز الموجود معاك، الكتريكال ميكانيكال اهمت، تفتح كل واحده من ديت هتشوف الاكتيفيتي اللي هي موجوده تحتها. يبقى انت البريمافيرا ده برنامج رهيب، يعني تقدر ان انت تعمل بيه كل حاجه، تقدر تعمل بيه كل شيء. طيب خلينا نشوف هنا مثلا لو عايز تعمل كمان هنا الريسورس، ريسورسز ابلاي، كتب لك اسم الريسورسز اهيت. هل هو عنده هنا ريسورس كود؟ اعتقد موجوده ريسورس كود، والله اعلم. ريسورس اي دي، ريسورس اوكي. طيب هذه موجوده مثلا ريسورس اي دي، ريميننج دوريشن، ريسورس ريتنج لو انت عايز تعمل ريتنج. فانت من الجروب اند سورت، ودي حاجه مهمه جدا، تقدر حضرتك تعمل فلترنج جروبنج اند سورتنج باي ديفرنت ويز، باي طريقه. تمام؟ خلينا نروح تاني على كوست اكونت سي او اهوت، او كوست اكونت مع الاي دي، بحيث يبان الاي دي موجود.
دي بتفيدنا بايه؟ لو احنا هنشتغل ايرنت فاليو وان شاء الله بنحط اليونتس وعندنا البرايسز وبنعمل ابديت، ممكن ان انا احط كل الكولمز هنا واطلع كل الكي برفورمانس اندسيز اطلعها هنا على الشاشه، وممكن اعمل لها اكسبورت لاكسل. يعني انت اي حاجه هنا في بريمافيرا ممكن تعمل هايلايت كده وكنترول سي وتروح اكسل وكنترول في، ممكن انت تعمل تطلع الكلام ده في اكسل شيت وتعطيه ل الاكونتنج ديبارتمنت ان يور كمباني، تمام، وتقول له والله ادي الكوست اكونت وادي التواريخ البدايه والنهايه وادي عدد اليونتس الموجوده وما تم استهلاكه من يونتس وما والريميننج يونتس، وكمان هنحط مثلا عايز تحط الاس بي اي اللي هي كي بيرفورمانس اندكسز هنشرحها ان شاء الله بعد كده، بنحط الموارد والابديتس وهو يبدا يحط الكلام ده في هيز اكونتنج سيستم او في ملفات الشركه او الكوست ريبورت، تمام. طبعا البريمافيرا فيها ميني ديفولت بالنسبه للكوست ريبورت، ولكن انت ممكن تو كرييت وات ايفر يو وانت. خلينا نرجع تاني مثلا نعملها هنا بالدبليو بي اس، نشوف الدبليو بي اس بتاع البرنامج ونعمل جروب اند سورت. طيب خلينا نشوف هنا لو في اي سؤال. اعتقد المحاضره كده يعني احنا اتكلمنا كده بسرعه على الحاجات الرئيسيه في الموارد، ان شاء الله هنكمل كمان المحاضره الجايه ونحدد موعدها مع اخونا العزيز مهندس اسلام. لكن عايزين نعرف لو في اي اسئله. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف الاسئله. في اي اسئله مهندس اسلام اخونا ضياء، اي حد عنده اسئله على اضافه الموارد او ان انت تعمل اسايند للموارد او ان انت تعمل كوست اكاونت او ان انك تعمل جروبنج اند سورتنج بديفرنت ويز او تعمل كوبي اند بيست من الريسورسز او من الكوست اكاونت على الاكسل، فلو في اي حد عنده سؤال يتفضل مشكورا. ما كانش انا حد يعني استاذنكم، واخواننا طبعا علاء عمرو هتلاقي المحاضره موجوده هنا على الجروب وهتلاقوها موجوده على القناه. المحاضره بتاعت اليوم كان على اضافه الموارد، تحديد الريسورس اي ديز، اضافه الكوست اكاونت، تمام، وتعريف يعني ايه الموارد على البريمافيرا. اتمنى ان شاء الله ان تكون المحاضره يعني عجبتكم وتكون سهله وبسيطه، ونشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه. وشكرا جزيلا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خالص تحياتي، معكم اخوكم علي الهنداوي، والسلام عليكم ورحمه الله.